اس خطبے کو، اس لیکچر کو بہت سارے راویوں نے روایت کیا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ جن جن راویوں نے اس خطبے کو روایت کیا ہے ان کا نام بھی پیش کر دوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان میں، جو کہ آپ کی زبان تھی، اس میں جو خطبہ پیش کیا ہے، پہلے وہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو میں اپنی زبان میں پیش کروں. پریشان مت ہوئیے، تقریباً 7-8 منٹ میں خطبہ ختم ہو جائے گا. کروڑوں لوگوں میں سے شاید کسی مولوی کو، کسی عالم کو یہ خطبہ یاد ہو، کروڑوں لوگوں میں سے کسی کو. میں پیش کروں. وقد روى هذه الخطبة عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري، وجرير بن عبد الله المجري، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، ورافع بن عمرو الهذلي، وأبو أمامة الباهلي، وأبو بكرة الأنصاري، والبراء بن عازب، وجبير بن مطعم، والحرماس بن زيد الباهلي، وعمر بن الأحوص، وأم حسين رضوان الله تعالى عليه أجمعين. جاء في رواية جرير بن عبد الله المجري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوم خطبة الوداع: استنصت الناس، فخطبهم يوم النحر حين ارتفع الضحى بين الجمرات على ناقة الأذبال واضيا رجليه في الغرز يتطاول ليسمع الناس مردفا أسامة بن زيد، وأسامة رافع عليه صوبه يزيل من الحر، وبلال آخذ بقود راحلته، والناس بين قائم وقاعد، فحمد الله وأثنى عليه قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مزر الذي بين جمادى وشعبان. أي شاهد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلد؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال: وأعراضكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعد زلال يضرب بعضكم رقاب الآخر، ألا لا يجري جار إلا على نفسه، ولا يجري والد على ولده، ولا ولد على والده، ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه، ألا وإن كل ربا في الجاهلية موزوع، لكم رؤوس واموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، غير ربا العباس بن عبد المطلب فانه موزوع كله، الا وان كل دم كان في الجاهليه موزوع، فاول دم اعظم دماء الجاهليه دم الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترجعا في بني ليث فقتلته زيد، الا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم، ليس تملكون الشيء غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فأجرهن في المضاجع، واضربهن ضربا غير مبرح، فإن أطاعكم فلا تردوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطين فروشكم من تكرهن، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهن، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ألا يبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه
أن يكون أوى من بعد من سمع. نزل الله امرأة سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يخل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأولاد المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيد من ورائهم. يا أيها الناس اتقوا الله، وإن استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. فقال رجل من طوائف الناس: يا رسول الله ماذا تعهد إلي؟ فقال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأتيوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وقال: إني أوصيكم بالجاع فأكثر، حتى قلت إنه سيورثه. وقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارثه، والولد بالفراش بل العاهر حجر، ومن ادعى الى غير يمين ومن انتمى الى غير مواليه فعليه لعنه الله التعبئه الى يوم القيامه. لا تنفق المراه شيئا من بيتها الا باذن زوجها. فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك افضل اموالنا. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العاريه موداه، والمنحه مردوده، والدين مقضي، والزعيم غارم. وودع النبي الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. یہ پوری کی پوری تقریر تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عرفہ میں لوگوں کے سامنے پیش کی. کوئی یاد ہی نہیں کرتا ہے، کوئی اہتمام ہی نہیں کرتا ہے. سارے مسلمان بن رہے بچارے، ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، یہ حدیث کو نہیں مانتا، یہ سنت کو نہیں مانتا، یہ رسول کو نہیں مانتا، یہ قرآن کو نہیں مانتا، یہ اولیاء کو نہیں مانتا. یہ پوری کی پوری حدیث میں نے پڑھ دی، پورا کا پورا خطبہ، کروڑوں میں سے کسی کو یاد ہوگا. کیا خیال ہے؟ یہ